صباح الخير من جديد لكل الأشخاص اللي انضموا لنا أو اللي بلشوا معنا مشوارنا الصباحي. اليوم بدنا نحكي شوي عن مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا اللغة العربية اللي عم بتكون على مواقع التواصل الاجتماعي واللي فيها العديد من الأخطاء الإملائية واللي هي مشحفة حقيقة بلغتنا العربية. يمكن مرات كتير بنضطر نحكي بالعامية وهذا الشيء ممكن فعلا يضر بلغتنا العربية، وعم نحكي عن أجيال قادمة ممكن أنها تقرأ وممكن أنها تأثر بشكل كتير سلبي عليهم. كل هذا وأكثر اليوم راح يكون من خلال أخصائية التربوية ناهدة الهشلمون اللي موجودة معنا بالاستوديو. صباح الخير ناهدة، كيفك؟ صباح الخير. أهلا، صباح الخير. أظن بالضاء ولا بالزين؟ حسب إذا على السوشيال ميديا ولا على الواقع. أظن طبعا الأخطاء اللغوية اللي حاليا عم بنشوفها كتير، سواء إحنا زي ما تفضلتي إنه ممكن بحديثنا العامي يكون عادي، يعني ممكن مقبول من الشخص إنه يحكي بلهجته فتدخل العامية، أو يعني حسب كل يعني كيف الإنسان بيرتاح وهو عم بتحدث، لكن عم بكتبه بطريقة كتير خاطئة وعم تتفشى هذه الحالات وعم بالها بتزيد، بحيث انه ما في كنترول لهذا الموضوع، ما في ابدا، ما في حدا يحكي لنا لا ان في خطا، خاصه واغلب اللي عم بتحدثوا او عم بكتبوا على السوشيال ميديا هم فئه الشباب، فبالتالي هم عم بيكتبوا وما في اي حدا بيحكي لهم او بينبههم. صح. طب شو السبب بنظرك، شو اللي خلى هالظاهره تصير منتشره اكثر بين شبابنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هلا يعني قبل كنا مثلا نشوف كلمه بيصير صاد، نعم نشوفها بيصير سين، يعني العقل ما بيستوعب انه يعني يشوفها مكتوبه بهالطريقه. صح. هلا الاسباب كثيره. هلا بالبدايه احنا بنحكي انه هدول الشباب بتخرجوا من مدارس، بعض المدارس مش عم تهتم باللغه العربيه الفصحى ولا عمالهم بتاسسهم بالطريقه الصحيحه او بيستخدموا اللغه في وقتها وفي مكانها، يعني هذا سبب رئيسي وسبب كبير. اذا احنا بالبداية المدرسه او بالمراكز الاجتماعيه عفوا الثقافيه او الاكاديميه التربويه ما بنستخدم اللغه العربيه، فبالتالي جزءا فجزءا عم تندثر وعمالها بتتغيب. هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني إنه بعض المؤثرين الاجتماعيين ما عم بيستخدموا اللغة العربية، يعني للآن ما بنجد مؤثر بيتحدث باللغة العربية أو بيركز على اللغة العربية بحيث إنه نستخدمها دائما ونتعامل فيها دائما، فهذا سبب من الأسباب الرئيسية. كمان برجع بأكد على موضوع إنه مش عم بيميزوا إنه خطأ، يعني مش مدرك انه خطا، يعني كثير من بعض الشباب حاليا عم بكتب ما بيميز بين التاء والهاء وهو بيكتب، طيب هو مش مدرك، مش عارف انه خطا. المدرسه بدا دورها يتغيب، الجامعه بدورها بتغيب، المثقفين ما في، يعني احنا عم نبحث عن مؤثرين بيستخدموا اللغه العربيه. يعني احنا لو بدنا نفكر هيك سريعا بين المؤثرين، نادرا ما يكون شخص مستلم هذا الموضوع او عماله بيتابعه. يعني أوقات كتير مرات مثلاً اضطريت يعني نستخدمها إحنا حتى بالعامية، ولكن أوقات كتير منشوف بدال ضام بحطوا دال مثلاً، فهي عم بيحكوها يعني خطأ، فما إنها عامية كمان خطأ زي ما هي بتلفظ للأسف. طب بالإضافة لأنه إحنا فعلاً محتاجين لمؤثرين يطلعوا ويتحدثوا باللغة العربية، شو بنحتاج كمان ناهدة حتى نصلح من هذا الموضوع؟ هلأ إحنا بنحتاج ممكن نعمل، يعني في كتير تطبيقات، لو إحنا في عنا مجموعة شباب مثقفين وقادرين على البرمجة وعلى الأداء، لو نعمل برامج يعني بتهتم بالفصحى بتهتم باللغة العربية أكثر. هلأ ممكن كمان نعمل مسابقات، ممكن هدول الطلبة أو خلينا نحكي الشباب الناشئين يعملهم مسابقات لغوية، يكون في زي الجيم اللي فيه تحدي كمان، هاي لو دخلت فيها اللغة العربية بتطلع مميزة، ومنه يعني بيظهر عند الآخرين إنه بدأنا عند يعني بالمسار الصحيح، بدأنا إنه في تحسن باللغة العربية. لأنه إذا إحنا يعني يبقى بالموضوع بهذا الشكل يعني عم تندثر بطريقة سريعة، فإحنا كدورنا أول إشي من باب إنه إحنا مسلمين معنا اللغة العربية لغة القرآن يجب أن تكون متداولة. وأكثر إشي وين أصلاً حالياً الأغلب متجمع؟ كل واحد موبايله،
صح. يعني مش عم نتجمع زي أيام زمان أو الندوات والثقافة والاجتماعات حاليا أعمالها بتندثر برضو. فنحن بنحكي أكتر إنه بما إنه الكل متواجد على مواقع التواصل الاجتماعي الأجدر استخدام اللغة العربية الفصحى. الأشخاص اللي بيشوفوا إنه اللغة العامية وإذا إحنا كتبنا بهالطريقة حنكون كول وقريبين من الناس أكتر من الفصحى، شو بتقولي لهم؟ هلا يعني هو الموضوع ما إلاش علاقة بإنك تكون أكثر كول أو أكثر يعني إنك أكثر أو قريب أو قريب من الناس، لا، لأنه ممكن تستخدم كلمات لغة عربية فصحى، بالعكس إنها بتعطي بوقتها، حتى بتلاقي الأشخاص اللي عم بيستخدموها ملفتين أكثر ومهتمين فيهم الناس أكثر، فلو إنه استخدمناها لا ما بت يعني ما بتدل هاي على إنك تكون أكثر لطافة أو يعني انك كيوت اكثر او الى اخره، لا تدل. ما بعرف اذا ناهدة انت بتوافقيني الراي او لا، يعني هلا يمكن صعب التواصل باللغه العربيه، يعني هلا احنا عم نتحدث مع بعض عم نتحدث باللغه العربيه ولكن ما بنتحدث باللغه العربيه الفصحى، عم نتحدث باللغه العربيه البيضة زي ما بسموها، يعني كلمات صحيحه عربيه ولكن نوعا ما هي قريبة، يعني ما عم نتحدث صباح الخير لك يا أستاذة ناهدة، يعني نتحدث نوعا ما اللغة البيضاء، ولكن قديش لو بنتحدث بهاي اللغة ولكن تكون لغتنا صحيحة؟ يعني أوقات كتير منقول إحنا بالصفوف المدرسية حتى معلم اللغة العربية لو بيجيب يمكن نماذج من هاي، شو رأيك؟ وبيحكي للطلاب الأخطاء اللي عم بتصير. بالضبط زي ما أنت تفضلتي، إحنا ما عمالنا نستخدم اللغة العربية الفصحى كما هي، لكن تخلو من الأخطاء العامية الفادحة أو الأخطاء الواضحة، يعني نستخدم كلمات تحل محل، وهذا غير مبرر طبعا وغير مقبول، لكن يستخدم بطريقة إيجابية. كمان هلا عمالهم بستخدموا وبتكون عم تحكي مع يعني بأي موضوع إلا يدخل لك كلمة هيك إنجليزي بحيث إنك يعني تفهمي، ومع إنه بترجمها بيرجع بحكي لك الكلمة مرتين، ما في داعي، المفروض إنه نستخدم اللغة العربية بمحلها. وكمان دور الأستاذ أو المدرسة دور مهم وكبير، إنه يستخدم نماذج نعم صحيحة، نعمل مسابقات، نستخدم تطبيقات معينة، نركز على الأخطاء قبل وقوعها، يعني بفضل إنه الأستاذ إنه ينوه إنه هاي هكذا تكتب الكلمة الطريقة بهاي تمام، يعني لما نستخدمها أو نعمل عليها أكثر اهتماما بتصير أقل الأخطاء. بدنا نشكرك ونشكر تواجدك معنا بيوم جديد ونتمنى لك يوم سعيد، شكرا لك. شكرا. أهلا وسهلا فيك ناهدة، ونتمنى أكيد من كل الأشخاص يعني لو حتى استخدمتوا اللغة المحكية أو اللغة البيضاء ولكن تكون طريقة الكتابة صحيحة حقيقة، لأنه هذا الموضوع بالذات ممكن أنه ينتشر بشكل كتير كبير ونحول الكلمة الصحيحة لكلمة ما لها علاقة باللغة العربية.